مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، معنا في هذه اللحظات الاستاذ سامي السالمي احد ضيوف مركز حياه الشرائع في هذه الامسيه التي تم تدشين طقم فريق الصفره فيها. نرحب بك في مركز حياه الشرائع. الشرف لنا، تشرفنا اليوم في مركز حياه الشرائع تدشين طقم الصفره. وفي الحقيقه مركز الشرائع يقوم بجهود جباره في دعم النشاط الرياضي ودعم جميع الفرق على مستوى البطولات في شرق مكه او حتى على مستوى الشرائع. والقائم على هذه الأنشطة الرياضية الأستاذ تركي سرحان الأحياني، نقدم له الشكر. رجل حقيقة يعمل بكل إخلاص وبكل تفاني في خدمة النشاط الرياضي فيما يخص الشرائع وما يخص شرق مكة. شاهدنا القسم الرياضي بمركز حياة الشرائع برئاسة الأستاذ تركي الأحياني أعلنوا عن دعمهم للفرقة التي تمثل حياة الشرائع في دوري رابطة الهواء. نعم صحيح، جميع الفرق يتم دعمها من خلال مركز حياة الشرائع دون استثناء. ويشكر الأستاذ تركي على هذه البادرة الطيبة، ويشكر أيضا مركز الشرائع على هذه الجهود التي نسأل الله أن يكملها بالتوفيق والسلامة. رأيك في مثل هذه المبادرات، وهل ستعود بشكل إيجابي على الفرق وأدائها؟ بالطبع الناس تعود بشكل إيجابي، ما شاء الله جهود جبارة وخدمات يقدمها مركز الشرائع لجميع الفرق بدون استثناء، وهذا الشيء يساهم في تعزيز النشاط الرياضي على مستوى الشرائع وعلى مستوى أيضا شرق مكة. نشكرك على إتاحة الفرصة ونتمنى لك التوفيق. الله يسلمك، أنا سعيد بذلك، الله يعطيك العافية.